هاجم مستوطنون منازل تعود لأهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة وقذفوها بالحجارة، ما أدى لإصابة عدد من قاطنيها فضلاً عن الخسائر المادية. بدورها حضرت الشرطة الإسرائيلية إلى الحي ووفرت الحماية للمستوطنين كما قال ناشطون فلسطينيون، ومنعت الأهالي من الدفاع عن منازلهم. معي للحديث حول هذا الموضوع الناشط ومدير البحث الميداني في منظمة بيت سيلم لحقوق الإنسان كريم جبران. أهلا بك سيد كريم جبران من القدس، ما الذي جرى وهل فعلا قامت شرطة الاحتلال كما قال بعض النشطاء بتوفير الحماية للمستوطنين في اعتداءاتهم على منازل الفلسطينيين في حي الشيخ جراح؟ مساء الخير وشكرا على الاستضافة. بالتأكيد يعني هذا ليس مبالغ فيه وهذا ليس جديد، يعني عودتنا الشرطة الإسرائيلية أنها دائما تقوم بتوفير الحماية للمستوطنين في هجماتهم واعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين، ولا تقوم بالمقابل بحماية المواطن الفلسطيني، بل بالعكس المواطن الفلسطيني بيقوم بعملية الدفاع عن نفسه عن بيته عن يعني ملكياته بيتم يعني معاقبته وبيتم سجنه وبيتم التعامل معه بطريقة يعني عنيفة وبتم فيه عمليات اعتقال بشكل مستمر. طيب على وقع ما جرى، هل يمكن لك أستاذ كريم بمتابعتك لما جرى قبل يومين في حي الشيخ جراح أن تصف لنا ما الذي حصل تحديدا؟ بحي الشيخ جراح يعني قام أحد أعضاء الكنيسة المتطرفين واللي هو يعني بيمثل الفاشية الجديدة في إسرائيل اللي اسمه إيتمار بن جفير بزيارة الحي ونصب خيمة في قطعة أرض بتعود لعائلة سالم اللي هي عائلة مهددة بالترحيل من منزلها. طبعا هذا بشكل استفزاز، ورافقوا طبعا عشرات بل يعني ممكن أكثر من عشرات النشطاء اليمين المتطرف، وبدأوا بعملية استفزاز المواطنين الفلسطينيين، مهاجمة المواطنين الفلسطينيين في المنطقة. المواطنين الفلسطينيين بالتأكيد ردوا على هاي الاعتداءات، وكان في هناك نوع من المواجهات بين الطرفين اللي قامت الشرطة بدور قمع المواطن الفلسطيني واعتقال عدد كبير من النشطاء الفلسطينيين، إضافة لإلحاق الأذى والعنف الممارس من قبل رجال الشرطة الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين، والمقابل ترك العنان للمستوطنين. وهي بالتحديد هي منظومة الأبرتهايد الإسرائيلية اللي بتمكن اليهودي من العمل كل شيء وتحاول الانتقاص دائما من حقوق المواطن الفلسطيني، بما فيها عمليات الترحيل المستمرة للمواطن الفلسطيني ومقررات الترحيل المستمرة بحق المواطن الفلسطيني. ولكن القانون الإسرائيلي هل يسمح لهؤلاء المستوطنين بدخول حي الشيخ جراح والاعتداء على منازل الفلسطينيين وقذفها بالحجارة؟ بالتأكيد القانون الإسرائيلي هو يغطي ويسمح للمستوطنين بالتواجد في أي مكان كان بداخل القدس المحتلة أو في داخل الضفة الغربية. هو القانون أصلاً مصمم من أجل خدمة المشروع الاستيطاني الإسرائيلي ويعني قمع المواطن الفلسطيني وإحلال المستوطن محل المواطن الفلسطيني من خلال العمليات الهدم المستمرة، من خلال قرارات أو التهجير القسري اللي بيتم في حق مواطنين كثر، من خلال تمكينهم قضائياً من الاستيلاء على عقارات فلسطينية بحجة أنها ملكيات يهودية قديمة. بالتأكيد المنظومة نفسها بتمكن المستوطنين وتساعد المستوطنين وتعتبر أن وجودهم شرعي في الشيخ جراح وفي كل مكان آخر في كل فلسطين التاريخية أو جانبي الخط الأخضر، خلينا نتكلم وتحديدا في داخل الضفة الغربية. هذا الحكي يعني بأي موقع كان هم بيستطيعوا الدخول، وقانونيا هم يعني مدعومين من قبل المنظومة القانونية. وهذا يقودني أستاذ كريم للسؤال عن رمزية حي الشيخ جراح وما يمثله بالنسبة للمستوطنين وبالنسبة للفلسطينيين. يعني المستوطنون عندما كل مرة يدخلون الحي ويعتدون على الفلسطينيين هناك، سلطات الاحتلال تتابع ذلك وتعرف بأن هناك إدانات دولية لهذا، والسؤال ماذا يمثل هذا بالنسبة لهم؟ ماذا يصرون كل مرة على اقتحام الحي؟ يعني القضية مش قضية المستوطنين فقط يريدون الحي، الدولة نفسها هي أصدرت قرارات بمحاكم إسرائيل من أجل عملية ترحيل سكان يعني عدد كبير من سكان حي الشيخ جراح بحجة أنهم بيقيموا في ملكيات قديمة يهودية من 1870،
وفي ادعاءات باطله يعني في بعض في كثير من الحالات تم اثبات انه هاي لا هاي ملكيات فلسطينيه نظيفه بشكل كامل. قضيه التواجد الاستيطاني هم اصلا موجودين وتم الاستيلاء على مجموعه من البيوت داخل حي الشيخ جراح، فالمستوطنين موجودين في داخل حي الشيخ جراح. المطلوب اليوم من قبلهم انه التوسع اكثر بابعاد عدد كبير من العائلات سواء بالجزء الشرقي او الغربي من حي الشيخ جراح، وفي هناك عدد كبير من العائلات اليوم بنتظر في قرارات ترحيل وتهجير قصري من بيوتهم. هلا ليش الشيخ جراح؟ الشيخ جراح هو لب مدينه القدس المحتله، هم بحاولوا يوجدوا تواصل استيطاني بين الشيخ جراح واحياء القدس الغربيه وايضا مستوطنات اخرى في كرم المفتي وباتجاه التل الفرنسيه، واحاطه البلده القديمه بحزام استيطاني، والشيخ جراح من ضمن هاي المنطقه. الخصوصيه الفلسطينيه في ذلك انه معظم سكان حي الشيخ جراح واللي بيتم بحقهم اجراءات او قضائيه من اجل اخلائهم من منازلهم هم لاجئين، هم تم تهجيرهم من بيوتهم اللي بيملكوها، وفي بعضهم بيملك بيوت على بعد يعني مئات الامتار من بيته في الشيخ جراح داخل القدس الغربيه. ولكن قانون الابرتايد الاسرائيلي لا يسمح للمواطن الفلسطيني بانه يطالب في ملكيته اللي كانت سواء في القدس الغربيه او في يافا او في اي مكان اخر بداخل الخط الاخضر او في داخل المطار في 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 ملكياتهم، بينما يمكن اليهودي اللي المطالبه بملكيه غير مثبته اصلا وليس صاحب الملكيه اللي تطالب فيها، تطالب فيها جمعيه استيطانيه، والمواطن الفلسطيني بيحمل مفتاح بيته ولكن القانون لا يسمح له بالمطالبه في بيته الموجود في البقعه او في اي جزء اخر في القدس الغربيه. فهاي هي منظومه الابرتايد واللي هي قضيه مش قضيه فقط المستوطنين، لا القضيه قضيه اعمق من هيك، القضيه قضيه سياسه دوله، والمستوطنين هم يعني اداه من ادوات الدوله للسيطره، اداه من ادوات الدوله للاعتداء والعدوان على المواطنين الفلسطينيين من اجل ترحيلهم. هذا ما يحصل. شكرا. القضيه ليست بس قضيه مستوطنين، مجموعه من المستوطنين المتطرفين، لا هي سياسه دوله والدولة تتبنى هذه السياسة. شكرا لك. الدولة في قوانينها وفي محاكمها تتبنى هذه السياسة وتدعم هذه السياسة. شكرا جزيلا. مدير البحث الميداني في منظمة بيت سالم لحقوق الإنسان كريم جبران، كنت معي من القدس.